بجد التحية بحضراتكم في الاستوديو التحليلي مباراة سيراميكا وإم بي في الجولة الثلاثين. لسه مكملين كلامنا فنيا طبعا عن المباراة. كابتن زيدان، عايز أسألك عن فييرا مع إم بي. منذ توليه النتائج مش أحسن حاجة، يمكن يكون 2 فوز بس حققهم من تقريبا 10 مباريات على مصر المقاصة وإيسترن، ولما تيجي تشوف فما تقولش إن ده اختبار حقيقي أو نتيجة مرضية بالنسبة للقيادة الفنية. شايف النهارده اختبار جديد صعب على فييرا امام كابتن احمد سامي؟ يعني اكيد طبعا فييرا مسك الفريق في منتصف الدوري، وبعدين مسك الفريق ام بي ليه ستايل معين وليه طريقه معينه في اللعب، وكمان المشكله كمان ان الكابتن حلمي ليه اسلوب خاص عن بقيه المدربين في الدوري، وليه طريقه معينه مع اللعيبه، قوي وشخصيه قويه، وام بي بيلعب بطريقه يعني بطريقه كانت تليق مع ستايل الكابتن حلمي والطريقه اللي هو الكابتن حلمي كون الفريق عليه لسنين. الايه لفتره يعني الفتره اللي مسكها فتره كبيره جدا، وخلاص الفريق اتكون على ستايل ام بي، على الكابتن حلمي، على المنهج بتاع الكابتن حلمي. واي مدرب بيجي النهارده بنشوف المدربين الكبار، لما بتلاقي مثلا النهارده ليفربول مع يورجن كلوب، بتلاقي ان في ليفربول ستايله اختلف تماما في اخر 5 سنين على ستايل وطريقه لعب يورجن كلوب. ام بي نفس الكلام، طريقه لعب وستايل الكابتن حلمي. لما جه فييرا مسك في وقت طبعا في منتصف الدوري، النتائج مذبذبه، كسب مباراتين بس من اجمالي 10. المباراتين طبعا زي ما انت قلتي فعلا هم مش مقياس كبير. المباراه النهارده من وجهه نظري بيلعب الكابتن احمد سامي، هم متساويين في كل حاجه. المباراه بالنسبه لهم هم الاثنين خلاص، ده اخر 4 مباريات في الدوري او اخر 5 مباريات في الدوري، هي ما الا تحسين البوزيشن في الجدول، المكان في الجدول، الترتيب في الجدول، لان هم متساويين في كل حاجه. الاثنين بيلعبوا بنفس طريقه اللعب بشكل موحد تقريبا، نفس النتائج، نفس الانتصارات، نفس الهزائم. اختبار مهم جدا ليه. انا شايف ان هو المفروض فييرا دلوقتي بيبني نفسه لموسم جديد، لازم يجهز نفسه للموسم الجديد وينتهي الصفحه بتاعه الموسم ده، لان هو خلاص ما يعني هو لا هم في موقف خطر ولا هم بيدوروا على بوزيشن او على مثلا ان هم يروحوا مربع قدام او المربع الذهبي قدام او في بوزيشن قدام. هم في المنتصف، المنطقه الدافيه، المنطقه اللي في منتصف الدوري، وبيحاولوا يحسنوا الترتيب بتاعهم مركز او مركزين او 3. اكيد النهارده كل فريق بيسعى للحصول على 3 نقاط. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معنا.